صبغ يا شباب عندنا حفلة اليوم. لك يا نسيم ليش ما بدك قلت ليش؟ إيهاب عندنا حفلة. صبغي شوي صبغي بس صبغي شوي. أنا متحمسة صبغي الحفلة. هلو نسيم. تيست. ليش ما بدك قلت لي نسيم ليش ليش؟ إيهاب. صبغي شوي. صبغي شوي. صح مالك متقلق هيك؟ نجيك من الآخر. مالك؟ واش نجيك من الآخر؟ مالك إيهاب وش بيك؟ سوري لما تقدريش تدخل معانا سوري. علاش؟ لأن المسابقة طالبة ثلاث شباب أو أكثر. تتمسخر عليا. كنت هو بصح ما كنت مسخرش. صح علاش إيهاب؟ طالبة ثلاث شباب أنا بغيت ندخل في هذه المسابقة. باغي ندخل في هذه المسابقة. خمس سنين وحنا مع بعض. ما كيهمنيش. أناني اعتبرني أناني. خمس سنين وحنا اعتبرني ما كيهمني ما كيهمنيش أنا بغيت ندخل هذه المسابقة. فقط نسمة المغرب العربي علاش؟ اسم هذا مبنيناه بالتعب. فقط نسبة العربي على عيني وراسي بس أنا غندخل هذه المسابقة ما كيهمنيش بدات للشباب وأنت بنت سوري يعني افهمي نفسك شو بدي يا عمي. مرسي. وينك أنت يا زد؟ لسه مشغول لسه مش شو إيهاب وشو؟ أنت ما بتسمع التليفون صار لي أربع ساعات بكلمك يا أخي. إيه سي فغي ما سمعتوش؟ برودة يا ما سمعتوش برودة ما أعرف حجم المشكلة اللي إحنا فيها. إيهاب دايما مشاكلك كل حفلة تعملنا مشكلة. لا هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة كبيرة. إيه سمعني. المسابقة اللي راح نشارك فيها اليوم طالبة ثلاث شباب أو أكثر، حلها أنت. شو؟ طالبة ثلاث شباب. سهيلة. ما بيهمني سهيلة. شو ما يهمك سهيلة بليز الأنانية خليها على جنب أنانيتك العفوة خليها أنا بدي أدخل هالمسابقة يعني أدخل المسابقة شفت 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 المسرح هالمسرح بساعة 10,000 وأهم مسابقة بالجروب بالباند وفرقة. لازم أدخل يعني لازم أدخل فرقتنا ما بيهمني يا أخي أنت حتدخل حتدخل معي إيهاب. رح تدخل معي إيهاب خليني رح تدخل معي أو لا إيهاب خليني رح تدخل معي أو لا خليني أحكي حبيبي رح تدخل معي أو لا أوكي أوكي دخلت معاك وسهيلة ما بيهمني سهيلة ما بيهمني انت معي انت معي اتصرف جيب لي واحد شو تصرف حبيبي بذكرك ان انت قائد الفرقه مش انا ما تقول لي تصرف ما بيهم هون قائد او رئيس انت صديقي ساعدني ساعدني, ساعدني. مش تصرف انا نيتك خليه على جنب ساعدني بليز. يا اخي ساعدني شو بدي عم بدي ادخل المسابقه اوف السلام وش تعمل؟ هنشوف فيكم تحكوا مين انت مين؟ انت انا نحكي معك؟ انت مين؟ انا نحكي معك انت داخل الريبيتيسيون تبعنا انت مين؟ وانتوا قاعدين تحكوا انت مين؟ قولي انت مين؟ ايه هاد مش ناقصنا مشاكل دول تيست بليز احنا قاعدين نحكوا احنا دول قاعدين نحكوا عندنا خدمة وإحنا كمان عندنا خدمة أنت مين يا يلا تفضل أخدم ما أخدم قدمني نفسك أنت مين هو أنتو مين بليز خوي استنى شوية شكوني ما عندي مشاكل في كيس ما عندي مشاكل أنت شو تعمل أنا عندي جروب إيه وين جروبك جايين 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 أنت شو جاي تعمل وأنتو شو جايين تعملوا وحدكم المفروض إنه المسابقة تطلب ثلاث شباب أو أكثر جروبك ما جاي؟ كلمتهم وما زال ما جاوش تضحك علي؟ إيه تضحك علي بدي خاطر؟ ما بدي خاطر إيه هاب عايز تشارك مسابقة ولا؟ ما بدي خاطر يا أخي حبيبي عايز تشارك مسابقة عم يسكت شوي خلينا نتكلم ليز هاك أخوي أخوي شوي ما بدي خاطر أنا ما بدي خاطر إيه هاب اسمعني خيارين تشارك المسابقة مع الشباب وخلينا نخلص اتصرف اتصرف أنت خلص خويا أنا اقتراح انت البان تبعك ناقص هك ولا؟ ايه واحنا كمان البان تبعنا ناقص انت تحب تشارك في المسابقة؟ اكيد مقيد اسمك؟ اكيد اوكي as you like لكن اذا تحب يعني ندخل مع بعضنا كباند واحد
صاحبك المعلم الشاب. إيه خلاص يا عم صافي ندخل ندخل صافي ندخل. انتم اي ستيل تغنوا؟ احنا نسبة المغرب العربي. احنا كنا اسمه المغرب العربي بس هلا بويز تيم. بويز تيم اوكي. وشنو ستيل تغنوا؟ مغاربي. مغاربي مغاربي. انت غني اللي بدك انا بتبعك بالقطار اوكي؟ مغاربي. تراست يو؟ خلاص يلا قول بروفك ايش نديروا؟ مش ماتش عنا ما 15 ربع ساعة بالعقل. ما عندناش وقت ما عندناش وقت يعني ندخل 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 نغامر نخاطر. إذا نثقوا فيك أو لا؟ خلاص. لأنه إحنا نحب نشاركوا في المسابقة. خلاص اتفقنا. أوكي يلا رح تبدأ الحفلة هلا. خلاص. أوكي يلا. خلاص. مازال ميسيو بونسوار. أهلا وسهلا فيكم في حفلة المغرب العربي الموسيقية للمغرب العربي. نطلب منكم ترحيب بفرقة بويز تيم. أنطونيا دابلوديسمون بو بويز تيم. ميرسي. الحب ما يجيش بالمال
وقلوب العاشقين ليه يميلوا حزين تغني بصوت حنين لمن يعرف غناك منين كي تغني تتفكر الايام اللي كنت فيهم حور تفرفر في الهوى طاير وتعشش في الشجار كي تغني تتفكر الايام اللي كنت فيهم حور تفرفر في الهوى تمثلوا عليا ياك كتمثلوا عليا ها صافي خسرت احنا خسرنا دابا صافي خسرنا ياك تمثلوا عليا طلق مني طلق مني طلق مني طلق من هاد طلق مني طلق مني تمثلوا عليا ياك طلق مني تمثلوا عليا صافي طلق مني طلق مني كام توا مني طلق مني كام توا ياك انت صديق كنت عارفه كنت عارف كنت عارف بكل شيء هذا احنا باند واحد ايهاب خمس سنين وانا نخدم معاكم خمس سنين فهمش معناتها خمس سنين كل يوم نعملوا حفله وعادي لو استنى حبيبي استنى استنى طول عمرنا واحنا ناجحين مع بعض خسرنا مره بسبب اني وبنت غنيت معاكم ما تتخلوش علي المفروض ما تشاركوش في هذه المسابقه بلا بيا ايهاب بليز خلع على انانيتك ولو مره سهيله معانا في باند مستحيل مستحيل باند من غير سهيله خرجت علي يا راجل بدزت علي ما قلت علي حبيبي والله سوري كنت اناني شوي كان اناني شويه اناني برشا صح يا اخي خلاص بس جاي معك الدوره اجي معايا بياسر يعني من القدام تكون يلا يلا لقيت ولا لقيت انا فرحينا اي سي بون عرفوك 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 من صوتك ما يعطونيش اصبر بغيت ولا كرهت انا كملت طريقي لا